عقدت اليوم ندوة لمناقشة موضوع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. تعرفون أن الدولة تنتهج الآن نهج الاقتصاد السوق الذي يقتضي أن تعاد هيكلة الكثير من المنشآت العامة بما يحقق كفاءة في الإنتاجية، زيادة في معدلات التشغيل، وأيضا دعم للاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. في هذه الندوة أشرنا إلى إمكانات إصدار قانون للشراكة بين القطاع العام والخاص، وهو ما قامت به الحكومة فعلا ووضعت بديلا حاليا، وهو تعليمات للشراكة بين القطاع العام والخاص. أتصور أن الندوة أشارت إلى استدراكات مهمة ينبغي أخذها بنظر الاعتبار، ولكن أقول بأن قضية الشراكة خط يجب أن نلتزم به على الأقل على المدى المتوسط لأسباب موضوعية تتعلق بوجود عدد كبير من المنشآت العامة يقتضي إعادة هيكلتها دون أن نضحي بالقوى العاملة. بالعكس، ستكون فرصة لزيادة كفاءتها وتشغيل المزيد من الشباب في هذه المنشآت، ولكن بعد تحديد خطوطها الإنتاجية وزيادة هذه الكفاءة في تلك المنشآت. إجمالا القطاع المصرفي بشكل عام يمثل ركن أساسي من أركان التنمية. إذا لا يوجد لدينا قطاع مصرفي إيجابي فعال، حقيقة لا يمكن أن نتحدث عن تنمية حقيقية. وبالتالي في ضوء هذا المعطى، يعني هناك اليوم توجه حقيقي من قبل الحكومة لاحتضان وتفعيل القطاع المصرفي الخاص. لدينا عدد غير قليل من المصارف الخاصة، هذه المصارف في نهاية المطاف تمثل يعني محفظة مالية كبيرة جدا، يمكن لهذه المحفظة أن تسهم في عمليات الاستثمار. وبالتالي يعني الخطوات الآن تجري على يعني إيجاد شراكة حقيقية بين القطاع المصرفي الحكومي والقطاع المصرفي الخاص لتمويل مشاريع في مختلف المجالات، مشاريع بنى تحتية، مشاريع سكن، مشاريع نقل، مشاريع إلى آخره، في كل المشاريع. وبالنتيجة حقيقة هناك رغبة لدى مصارف القطاع الخاص أن تكون شريكة، تقابلها رغبة لدى الحكومة أيضا لاحتضان هذا القطاع وأن يكون هو الآخر شريك للقطاع الحكومي في عملية إعادة الإعمار، عملية تحقيق التنمية في عموم البلاد. الحقيقة البنك المركزي العراقي وحكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تدعب على أن تقدم الخدمات بالمناطق المحررة وعلى رأسها طبعا محافظة نينوى. حاليا احنا في طور أن نحدد المكان لافتتاح فرع للمصرف العراقي للتجارة لأول مرة في مدينة الموصل، وإن شاء الله العمل جاري على أن يكون هذا الفرع فعال قبل نهاية هذه السنة. مثل ما تعرفين المصرف العراقي للتجارة سبق وأن قام بحملتين لجمع أو تقديم بعض الوسائل من الأغذية وكذلك المعونات لإخواننا بالموصل خلال فترة الاحتلال الداعشي، والحمد لله توفقنا بهذا الدعم على تقديم البسيط. بالتأكيد الحقيقة احنا كان كمصرف لنا دور فعال طبعا بصيانة سد الموصل وتوفير التمويل إلى عبر طبعا الوزارة المختصة، وأيضا إن شاء الله سنقوم بدراسة المشاريع اللي تحتاجها المناطق المحررة وتوفير التمويل لها.